وعلى هامش أعمال القمة العربية الإسلامية بالرياض، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتى المجالات. ومن جانبه أعرب الرئيس أفورقي عن التطلع المتبادل لإريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال وأمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة.